السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش جمعوي. في هذه الحلقة نناقش موضوع برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة سنة 2022، ونستضيف في هذه الحلقة السي سعيد عتيق. أهلا وسهلا. فاعل حقوقي ومستشار جماعي. شكرا. مرحبا بك. شكرا لكم وشكرا لإخواني. وأستاذ توفيق سرحان، فاعل جمعوي، رئيس جمعية تراثية البيضاء. أهلا وسهلا. شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكل الطاقم. مرحبا بك. العامل بي أن باس بريس، ومرحبا وشكرا الكريم. سي توفيق، يعني باعتباركم إحدى الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج ديال أوراش، تعطينا واحد تقييم لهذا البرنامج، كيفاش تشوفوه؟ واش بالنسبة لكم كان واحد طوق نجاة؟ واش كان، كيفاش تشوفوه أنتم فاعلين؟ يعني بالنسبة لنا هذا البرنامج، يعني السياق اللي أتى فيه أولا جاء في السياق من بعد السياق ديال الكوفيد كيف ما كنعرفوا، وتوقف يعني مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاقتصادية التي يعني تعمل على يعني تدوير عجلة الاقتصاد والتشغيل. فهذا البرنامج احنا بالنسبة لنا استفدنا فيه في مرحلته الأولى، وعدد يعني المناصب اللي اشتغلت معنا هي حوالي 75 منصب في إطار النشاط الثقافي والفني بالمؤسسات التعليمية. وبالتالي هذا عدد مهم جدا، لأننا استهدفنا فيه الشباب الذي يعني الشباب الذي يعمل خريجي المعاهد الثقافية والمركبات الفنية. وبالتالي كانت هذه التجربة، لأن منذ تأسيسنا تراثية البيضاء ونحن نشتغل في جانب الثقافة والفنون، وبالتالي نعمل الفكرة التي نرافع عنها وهي التأسيس للنشاط الثقافي والفني بالمؤسسات التعليمية. وبالتالي نؤسس من خلال التأسيس للنشاط الثقافي والفني بالمؤسسات التعليمية إلى الآن إلى الصناعات الثقافية والفنية، لأننا نريد باعتبار نشتغل في ميدان الفن، نريد أن نؤسس لجمهور السينما، لجمهور الموسيقى، لجمهور المسرح، ثم أيضا ندافع عن علمية الفنون، عن علمية الموسيقى، عن علمية المسرح، عن علمية السينما، وبالتالي التأسيس لهذه الفنون في إطار تكاملها مع البرنامج المدرسي في إطار ما يسمى بالحياة المدرسية، لأن التلميذ أو المتعلمين والمتعلمات يحتاجون إلى التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسات التعليمية، وبالتالي نستفيد من مهارة حياتي. بالتالي جاء برنامج أوراش الذي نعتبره أولا كان فرصة الشباب يعني الحاصل على مجموعة من الشواهد في المجالات الفنية والثقافية، أنه كان برنامج بالنسبة لنا، أنه كانت فيه برامج تكوينية، برنامج إدماجي وتكويني وتأهيلي. ونعتبره يعني فرصة لبداية الاشتغال، لأن مدته محدودة جدا، مدة 4 أشهر. يعني لا يمكن يعني أن نعتبرها أنها شغل بمعنى الشغل الحقيقي، وإنما نعتبره بداية للتشغيل، وثم بداية أنه برنامج تكويني وإدماجي وتأهيلي. نعم. سي سعيد عتيق، أنت كفاعل سياسي، واش تشوف بأن هذا البرنامج أوراش هو يعني اللي بغينا نقوله واحد الإجابات سريعة للحكومة على معضلة التشغيل؟ أي بكل صراحة، كما عهدتنا الصراحة ديالنا، أن برنامج تاع أوراش نعم غنصفقوا ليه، ولكن كما قال الأخ وكما هو منزل، أن باش حكومة كتنزلنا واحد البرامج من أجل أن تشغل واحد العدد ضيق من المواطنين وفي مدة محددة، 3 أشهر 4 أشهر. نعم. إذن هنا السؤال، الحكومة ألم تقف ألم تعمل على تقييم التجارب السابقة؟ لينديش كاين مقاولاتي، كاين يعني كاين عدة مشاريع اللي خرجت بها الدولة أو الحكومة، ولكنها لم تأتي بالأكل ديالها. وهنا غير سمحتي لي سي سعيد، نعم. غير واحد النقطة نوضحوها، بأن هاد أوراش هذا راه هو ربما واحد أول تجربة كانت في عهد الحكومة، يعني ما ربما البعض كيقول أنه هو واحد تطوير الإنعاش الوطني وشي أمور أخرى، ولكن بهاد الحكومة تحسب لها بأنه راه واحد شي حاجة جديدة، فكرة جديدة. نعم، أنا هادشي اللي قلت لك يعني نصفق لها. نعم، ولكن الرب عيدينا صافي نصفقوا لها، لا هي تجربة، وإن صفقنا لها فإن على الحكومة أن تعمل، راه حكومة هذه ماشي رئيس جامعة هنا أو رئيس مجلس إقليمي، راه حكومة أن خاصها تنزل مشاريع تنموية
طويلة الأمد كيف يعقل أن كنجيبوا الشباب والشابات كنعطيهم عقود ديال العمل 10 يابري ومن بعد؟ إذن هنا سنكون أمام تفريخ جيوش من المعطلين كنحطهم في المستقبل ديالنا. إذن هنا كاين واحد التجربة يعني جد رائدة ولكن نتجاوزها. والحكومة مثلا بن برك الله يرحمه في المسألة اللي كانت ديال الطريق الوحدي مثلا، إذن هنا كانت واحد الكم هائل من المواطنين في إطار تضامني ونضالي. إذن هنا هاد الإخوان ولا هاد المواطنين شباب ولا شابات اللي غتجي الحكومة وتعطي تقول هالفلوس هي وغنخدمك غير واحد 2 ميل 3 ميل إلى آخره، لا، هاد الناس هادو هما حاليا معطلين عن العمل. إذن كيف السبيل أننا نوظفوهم باش تأهيل أهلهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا وأخلاقيا وكما كانت تجارب ديال المبركة؟ وحينئذ من بعد غاد نحطوا برامج أنها تكون عند استمراري، لان كيف يعقل ان الشاب كنخدموه ومن بعد خصو يعني زواج؟ يعني سعيد دابا انت تقول بانه هذا البرنامج يعني هو يرسخ هشاشه فرص الشغل. تماما. نعم. سي توفيق شنو ردك على هذا؟ يعني بالنسبه ملي كنتحدثوا على هذا البرنامج مثلا كيف ما اشتغلنا في اطار برنامج اوراش التنشيط الثقافي والفني ودابا كنشتغلوا في الدعم. نعم. وهو كيعد لينا هاد الشباب كيعدهم الى ولوج السوق سوق الشغل. لماذا؟ لان البرنامج يختتم بشهاده في التكوين في المجالات وبالتالي البحث على الشغل، لان اليوم اصبحنا نتحدث عن التشغيل الذاتي، بالتالي كنلقاو بان هاد المغامره ديال التشغيل الذاتي ثم الالتقائيه ما بين البرامج. فمثلا ملي كان عنده مثلا الشاب انه مثلا نزل مؤسسه تعليميه وبدا كيشتغل، كاين برنامج مثلا البرامج اللي ديال مبادره وطنيه التنميه البشريه او منصه الشباب، الى قلبنا على واحد الالتقائيه فكنعتبروا بانه هاد الشاب نزل واحد تدريب ميداني اللي كان في مؤسسات مثلا التعليميه التنشيط الثقافي، ويعني يعني بعض الشباب اللي كانوا كيشتغلوا معنا استطاعوا انهم البعض منهم انه يشتغل في القطاع الخاص والبعض منهم انه يشتغل يمشي في اطار التشغيل الذاتي واستفد مثلا في اطار برامج من منصات الشباب او المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بالتالي ما نبحث عنه في هذه البرامج هو الالتقائيه ما بين هذه البرامج. اذا اعتبرنا ان هذا البرنامج ولكن مشكينا هذه الالتقائيه، فنحن في اطار التكوينات المستمره حاولنا ان 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 نتصيد هذه الالتقائيه ما بين البرامج ودافعنا عن الالتقائي. لماذا؟ لان برنامج اوراش كانت لدينا هذه التجربه باعتبار يعني اشتغلت في المجال التنموي بشكل كبير بزاف، فكنا كنحاولوا انه يكون التكوينات المستمره لهؤلاء الشباب وفي اطار التكوينات التوجيه. لماذا؟ لان هذا الشاب الذي حصل على تعليم اكاديمي او جامعي او مستوى عالي يمكنه الاعتماد على نفسه في اطار ما يسمى بالمهارات الحياتيه التي اصبح يتطور، لان الصعوبه الذي يجدها الطالب او خريج الجامعه الان وهو الادماج في سوق الشغل. وهذا الادماج يتطلب مهارات من نوعيه خاصه ويتطلب تدريبات ميدانيه، لان في الجامعه نحصل على تكوين يكون تكوينا نظري وبالتالي تعوزنا الخبره الميدانيه. اذا تم تكوين الشباب في هذه الخبرات الميدانيه سيجد الفرص. يعني نتحدث عن صعوبه المناخ الاقتصادي الذي نعيش فيه، ولكن هذه الدربه والمراس التي يعطيها ربما هذا الاوراش وربما تعطي العمل الميداني يجعل هذا الشاب انه يلج الى سوق الشغل. مثلا نجد مثلا اتحدث دائما عن التنشيط الثقافي والفني انه المؤسسات الخاصه تبحث عن شباب يعني يشتغلون او مؤطنين في التنشيط الثقافي والفني في المؤسسات الخاصه، ولكن الصعوبه والاكراه اين يكون؟ يكون في عامل اللغه مثلا. نعم. كيف لهذا الشاب حضر عندنا مثلا انه في المسرح او في السينما في الموسيقى اذا يعني كانت له مثلا اذا تم تكوينه؟ نحن نبحث عن نقاط نحاول نبحث عن نقاط التكوين وكذا. دابا حاليا برنامج اوراش كيقوم يعني تخلف برامج تاع الدعم التربوي، انتم كجمعيه مساهمين في هذا الدعم التربوي، واش انه الناس الاطر ديالكم ديال الجمعيه مؤهلين ليقوموا بهذه العمليه تاع الدعم التربوي بحكم انه تدبير الزمن المدرسي ولا تدبير الحصه الدراسيه ولا كذا كيعتمد على مؤهلات وتكوينات وتكون عندك واحد البيداغوجيات وكذا؟ بالنسبه لنا الشباب اللي كيشتغلوا معنا الذين يشتغلون معنا يعني حاصلين على اجازه ماستر دكتوره. نعم. في اطار الدعم التربوي. نعم. طريقة الانتقاء اللي اختارينا بها ان تكون لهم تجربة ميدانية، يعني هاد الشباب سبق لهم يعني تقديم دروس الدعم والتقوية وبالتالي يعني لهم هذه القدرة. لماذا؟ لان ننتقي العنصر البشري المهم،
وهذه التجربة ماذا نفعتنا؟ لأن اشتغلنا في التجربة السابقة بمعدل يعني حوالي 75 شاب وشابة، الآن نشتغل في التنشيط الثقافي والفني بمعدل 80 شاب وشابة، وفي إطار الدعم التربوي في 127 شاب وشابة. بالتالي هنا يعبر المسألة هو انتقاء هؤلاء الشباب، لأن حينما تريد أن وخصوصا أنت ستلج إلى مؤسسات التعليمية، ونحن نعلم خصوصية المؤسسات التعليمية، وأنا يعني شغلت في المؤسسات التعليمية الخاصة تطلب مهارات خاصة. اليوم يعني تجربة انطلقت يعني هذه التجربة ديال الدعم التربوي والاستدراك الزمن الدراسي، فكنلقاو بأن التلاميذ يعني الآن الأصداء ديال التلاميذ والتلميذات يعني بأن هناك شرح لهذه الدروس التي يجدون فيها صعوبة. يعني لماذا كاين تجاوب كاين إقبال؟ لماذا؟ حتى في التنشيط الثقافي والفني عشتنا أو رشعتنا بأنه يجب مثلا على الدولة أن تفكر في تأسيس مؤطر أو إطار للتنشيط الثقافي والفني قار بالمؤسسات التعليمية، لأن في مؤسساتنا التعليمية المواد الأساسية التي يدرسها التلاميذ والتلميذات، ولكن نحتاج إلى التنشيط الثقافي والفني، نحتاج إلى التعرف على المسرح وعلى السينما وعلى الموسيقى وعلى جميع هذه الأشياء. نعم، باش ما ندخلوش بزاف في التفاصيل، لأنه غنمشيو لواحد الشق وواحد كيف تنقول واحد طرح تاع العديد من المتتبعين لهذا البرنامج هذا، وهذا سؤال موجه للسي سعيد، هو أنه كيقول لك أنه يتخوف البعض من استغلال هذا البرنامج الأهداف حزبية وسياسية. دليلهم على ذلك أنه المستفيدون من هذا البرنامج هما جمعيات ومؤسسات تابعة أو تدين بالولاء الأحزاب الأغلبية الحكومية. يعني دائما سي يوسف كنهضر معك باللغة تاع المغاربة، أي حاجة إلا سعيد حتى تنهضروا بشي لغة أخرى. لا يعني لا يعني ماشي أعتذر يعني ماشي بلغة الخشب، يعني لغة الواقع. ولغة الواقع هاد المسائل هذه لا تسلم منها اي مبادره. نعم، الزبونيه كاينه، المحسوبيه كاينه، والدليل انا هنا كاينين مؤاخذات، ما نقولش لك الجهه اسم الجهه، وانما الجمعيات انها اشتكت بانه كاين اقصاء في المرحله الثالثه، كاينه انتقائيه المرحله الثانيه عفوا، كاينه انتقائيه، كاين الناس قدموا مشاريع وتم رفضها دون تقديم المبررات، يعني كاين هنا غياب ديال مبدا ديال تكافؤ الفرص، كاين المحابات السياسيه وطوقت الولاءات الحزبيه الى اخره الى اخره. على اين النقطه اللي كنركزوا عليها، وهو ان هذا البرنامج اللي حطته حكومه، اذا حكومه كتحطنا برنامج ترقيعي. حنا واش المغرب كدوله وكشعب غنبقاو غاديين غير في الترقيع منذ الاستقلال الى يومنا هذا؟ غنبقاو غادي في الترقيع. الحكومه هذه ما بقاش تجيب لنا مسائل ترقيعيه، لا، فكروا مادام خديتوا درتوا انتخابات، عندكم برامج، عندكم الى اخره، الا باش تنزلوا لنا واحد البرامج هامه مثلا، وما يكونوا اون بارالي، ماشي اون بارالي كاع، غير يحاولوا يسمونا الى مستوى اللي ديال المبادرات الملكيه. صعيب جدا كيمشي لافريقيا، كيمشي كيجي مشاريع كبيره وضخمه، اذا هنا رؤساء الجماعات، رؤساء الاقاليم الى اخره، واش ما عندهمش هاد البادرات؟ راه عندهم بالامكانيه تاعهم ومخول لهم قانونا انهم يمشيو يبحثوا على فرص الشغل، بمعنى انهم يجيبوا شركات، يديروا واحد الانفستيسمون اللي هي مهمه الى اخره. ما نبقاوش مقوقعين وكننتظروا ان الحكومه كتنزل لنا ديك قطره وهي لا تكفي. ان اي برامج، وكما كنرجع لك السؤال الملاحظه السابقه، انه اليس واش ما جاش الوقت اننا نبركوا كمسؤولين طبعا حكومه الى اخره، يبركوا ويستافدوا من التجارب السابقه اللي هي ترقيعيه. وهنا خير دليل، هنا كاين الكتاب الكاتب العام ديال وزاره التشغيل هذه اللي مهتم بهذه المسائل هذه، في واحد المائده مستديره كان منظمه الاتحاد الاشتراكي في البرلمان مع مركز الحياه وتنميه المجتمع مع منظمه اوفسكام، يقر الكاتب العام ديال هذه الوزاره اللي نزلت هذا المشروع هذا، يقر بانه فيه نواقص. كمال لله، اي حاجه فيها نواقص. لا ولكن لا، هذا هو السؤال ديالي حنا دابا، باش عاوتاني ما خصناش نبقاو نديرو نظاظر تحليل. نعم، نبقاو ديما اي حاجه نبقاو نشوفوها بالنظره السوداويه. كاين هذه فرصه، ما تنساش انه الظرفيه اللي تمروا منها الاقتصاديه والظرفيه كذا، كاين كوفيد، كاين بزاف الناس فقدوا الشغل ديالهم، يعني الا كان بارقه الامل
وغتخلي لنا بانه كاين واحد الامل نشدوا فيه، علاش ما نمشيوش فيه؟ هذه غير غير اجتهاد. انا كما قلت في الاول انا لست عدميا، نعم، مع، ولكن واش نبقاو حابسين ورهينين لهذ الحلول الترقيعيه الى متى؟ الى متى؟ هنا استاذ الكريم دائما في لغه الواقع واللغه اللي خصهم يسمعوها المغاربه، انه مادام لازلنا لم نرقى بمؤسسات تاعنا لواحد المستوى ديال الشفافيه وربط المسؤوليه بالمحاسبه الى اخره، لان الفساد الذي تعيشه المؤسسات الوطنيه راه اكبر مؤشر على هذه الظروف الصعبه اللي خلاتنا فقط كنشوفوا غير في حلول ترقيعيه جزئيه، لان 5% من الناتج الوطني اي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا هي قيمه ديال الخساره اللي كتكبدها الاقتصاد الوطني بسبب الرشوه والمحسوبيه وكذا وكذا. اذا سي سعيد هذا الشيء متفقين فيه، ما فيش نقاش وما فيش خلاف، وربما حتى التقارير الرسميه ما تعرفش، غير هو حنا باش نبقاو في هذا القوس ديال الاوراش ديال برنامج اوراش. انا غنجي لكم كاين ارقام، نعم، الحكومه عبات تقريبا 2 مليار ونص ديال الموارد الماليه، غيستافد منه 250 الف في ظرف 2022 2023، يعني هذا راه ارقام جايه. سي يوسف انا معك، انا كما قلت انا معك مزيان، اي مبادره جات مزيان، ولكن الاثار ديالها والابعاد تاع هذا السيد واحد النوع واحد العدد تاع المواطنين جبنا خدمناهم في اطار هاد اوراش هذه، ومن بعد غيمشيو بركو، من بعد غيمشيو بركو. سي يوسف حنا كنقولوا جدوا الاوراش مزيان، ولكن اون باراليل مادام هذه حلول ترقيعيه اون باراليل خاص الجهود تكون مكثفه في تجويده من اجل القفز عليه وتاسيس لواحد المشاريع اللي هي دائمه ومستمره، لان حنا كنقولوا الاستقرار، يعني المغرب كيبغي على الاستقرار كدوله كمدينه كقريه، راه حتى انا مواطن مغربي كنبغي على الاستقرار، ماشي غتخدمني بواحد 2000 درهم ولا 3000 درهم واحد 3 مو 4 مو ومن بعد غنمشي نبرك. انا مع هاد اوراش ولكن مع تجويدها في افق ان تخلق سد نقط الضعف ديالها. سد نقط الضعف ديالها. اتفقنا سي سعيد. سي سعيد لا لا واحد النقطه، واحد النقطه مهمه قالها وديك الساعه انت عندك الحق ترد، انه هاد 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 عدم استمراريه فرص الشغل، ما نخافوش انه من وراء هاد الشيء يؤدي لنا توترات اجتماعيه، بحكم ان الناس خدمتيهم معاك واحد المده تقريبا وجيتي في الاخر خليتيهم. فبالنسبه يعني بالنسبه للمحددات، حنا في لقاءاتنا التواصليه يعني قبل من كنكونوا مع المستفيدين من هذه البرامج، اولا كتشرح لي السياق ديال البرنامج وطبيعته وطبيعته التشغيليه المؤقته اللي هي محدده في الزمن، ثم انه يستفيدوا من الحد الادنى في الاجور اللي هو الان دابا وصل 3139 درهم، ويستفيدوا من تغطيه صحيه واجتماعيه طوال هذه المده، وبالتالي تحدد مع هذا المستفيد هذه الافق، يعني ماشي كنحلموا على المستفيد بانه برنامج مستمر الى ما لا نهايه، هذا برنامج مؤقت مؤقت ومحدود في الزمان وفي المكان، وبالتالي ماذا نعتبره؟ نعتبره انه واحد الفرصه لتدريب وتكوين وادماج وتاهيل، وبالتالي يعني هذه من شروط يعني الادماج. نحن نرافع عن مسألة ماذا وهو التأسيس، الخلاصات التي سنستفيدها من برنامج أوراش في مرحلته الأولى والثانية، والتي في الخلاصات التي نضع كمسؤوليتنا، لأن المجتمع المدني هو دوره المرافعة، بالتالي نحن نقوم بعملية مزدوجة هي في الإدماج والتأهيل، ونستفيد من هذه الخلاصات ثم نرفعها إلى الجهات، يعني نقول ها بعض النواقص التي نجد في أوراش، مثلا عدم أن المستفيدين لا يحق لهم مثلا أن يعيدوا مثلا أن يكرروا أوراش مرة ثانية، إذا نريد أن نبحث كيف مثلا أن نجد الحل، ثم كيف أن هذا الشاب أو هذه الشابة التي تحصل على شهادة في إطار هذا التكوين كيف سيتم إدماجها، ولكن واحد المسألة بغيت نعقب عليها غير في الاختيار. نعم. أولا بالنسبة للاختيار ديال المستفيدين والمستفيدات، بالنسبة لنا حنا كجمعية التراثية البيضاء، أولا ليس لي انتماء حزبي ولا نقابي. هذا الشرط الحياد هو الذي جعلنا نجيء إلى المؤسسات التعليمية. بالتالي نحن نرافع من زاويتنا المدنية ونترك ذلك الخيط الرفيع ما بين الفاعل السياسي وما بين الفاعل المدني، وهذه هي قيمة المجتمع المدني المحايد. بالتالي إذا كان المجتمع المدني يتماهى مع المجتمع السياسي فإنه يخلق التباس للمجتمع المغربي، ويخلق على مستوى المشهد يخلق هذا اللبس،
ونحن يعني نستنكر هذا اللبس. لماذا؟ لانه يضع هذا المواطن في 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 حيره من امره. بالتالي الحياد هو مهم ومهم جدا. ولكن ثم حتى طريقه الانتقاء يعني مرت عبر المسار. اولا الاعلام عبر الجرائد الرسميه وعبر الاذاعات وعبر انا غنعطيك تجارب. علاش دابا التخوف اللي كيطرحوه الناس؟ لانه عندنا تجارب تاع مشاريع كبيره ومشاريع ملكيه وطحنا فيها في هذا المشكل. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تحكم فيها ما هو حزبي، تحكم فيها تفاعل العلاقات، وهذا واقع وكاينه تقارير، يعني ماشي شي حاجه غريبه. بالتالي فان هذا الشيء كيؤدي لها التخوف بانه نخافوا بانه غدوا ولا بعد يستغلوا الناس الاوراش لمناصب انتخابيه او لحمله انتخابيه سابقه لاوانها. صحيح هذا الشيء كاين، ولكن شي متفق معاه ولا لا؟ انا بالنسبه ليا شخصيا يعني من كجمعيه نعم كنديروا هذا الفصل وهذا الميزان. بالنسبه الذي يثبت تورطه مدام نتحدث عن دولة المؤسسات، لكن آلية المراقبة يعني المراقبة الزجرية، لدرجة أن حتى هذو اللي كيشتغلوا معنا لم نطلب منهم حتى الانخراط في الجمعية حتى لا يتم فهمه في إطارات أخرى، رغم أن يعني الجمعية تعيش على الانخراطات والهبات والدعم وإلى ما ذلك. فبالتالي حتى لا يكون هذا اللوس، لأننا ننتبه هذه الأشياء بحكم نعرف المشهد وكيف يتم تأويل الأشياء. وتعقيب واضح. دابا غنمشي لواحد السؤال آخر. لاحظ يا أخي يوسف أن بعض الشباب كيشتغل معك أنك تتيح لي هذه الفرصة، فجات مثلا فرصة أنك تفيد الشباب، لماذا لا أفيد الشباب مثلا وأنا أجد فرصة التي فيها تغطية اجتماعية ورغم نعم. أنها مؤقتة نعم. هل نترك هذا الشاب في عطلته وفي ثم أننا نحتضنه ونقوم بفعل مصالحته مع الدات ومصالحته مع المجتمع نعم. ولو لفترة وجيزة ثم يفكر في ذاته كيف يطور قدرته. سأتحدث أنا مثلا نعطيه مثال، مثلا حاصل على إجازة في الأدب التخصص الثانية، حاصل على إجازة في الفلسفة، حاصل على ماستر فلسفة القانون، حاصل على الشواهد يعني في الموسيقى، والآن أنا طالب بسلك الدكتوراه، ولكن هاته الشواهد يعني لم أشتغل بهاته الشواهد. لماذا؟ لأن أعتبر التعليم هو يوسع الخيار. لا نريد منذ كنت أدرس لا أعتبر أن التعليم سيقوم بتشغيله، إنما هو يعطيني مساحة لي أخلق ما أنا أريد، وبالتالي يعني حتى استقرار المادي والنفسي لم يأتي من هذه الطريقة. بالتالي أريد شباب الذي يبادر، نريد أن نخلق في الشباب المبادرة والقدرة على الفعل، ولكن حتى توفير حق الشغل هو حقا دستوري ولكن كيف نبحث عنه؟ لأنه يمكن أن نجد بعض الفرص في مجالات أخرى، وهي نحن بحاجة واضحة. تعقيبك واضح. كيبقى هنا نطرحوا واحد التخوف اخر كيقول هو انه هاد اوراش هذا لا يغطي جميع المجال الجغرافي تاع المغرب، يعني ما كاينش واحد العداله مجاليه على صعيد العملات وعلى صعيد الاقاليم المستهدفه. واش هاد الطرح كاين ولا لا؟ لا مطروح الطرح نعم. وقررت به الوزاره نفسها نعم. وهنا ما غنمشيوش حنا المساحه الجغرافيه المغربيه كلها، حنا نهضروا غير المناطق المستهدفه. الاخ الاستاذ الكريم فين كيشتغل الى اخره، هل كل تم مص كل تلك الجيوش المعطله؟ اذا هنا العطاله والبطاله ظاهره كونيه الى اخره، ولكن عندنا حنا في المغرب بامكاننا ان نتجاوز هذه البطاله هذه، ماشي 100% ولكن اوموا واحد 80-90%. لماذا؟ لان فرص الشغل كاينه، فرص الشغل كاينه موجوده، ولكن خص من يفكر في وضع اللابنات ديال واحد المشروع اللي هو متكامل، مشروع وطني انساني في جميع المقومات ديال اللي كتماشى مع دوله المغرب، دوله المؤسسة الى اخره. لماذا؟ لان الترقيع كما قلت السي يوسف عينا من الترقيع منذ الاستقلال، وجميع الحكومات المتعاقبه ترقعوا. فاش كتجي حكومه تنسخوا داك الشيء اللي دارت عليه الحكومه السابقه. اذا ما كايناش واحد الاستمراريه، ما كايناش واحد الاستشراف لواحد بعد النظر الطويل الى اخره. كاين ثاني غياب الاراده السياسيه في خلق الشغل والاقلاع بالاقتصاد الوطني. ومثال بسيط غير الظاهره تاع الباع الجائلين،
ملي عقلت انا هما كيقولوا كيحاربوا في حين هي غادا وكتنتشر. الا حاربتي فين غدي مثلا الظاهره ديال الناس اللي كيضموا كيسعوا مثلا اذا هذا الكيساش اش غنديروا ليه؟ اذا هنا الدوله مجبره والحكومه مجبره وعندها الاليات والامكانيات باش تاع الدعم الاجتماعي بزاف البرامج. لا سمحي السيد انا دابا حنا غير باش نبقاو في هذا الاطار ديال الاوراج هي باش حيت لجينا نتبحروا في هذه المشاكل ما غنتقاداوش. عندنا المده محدده حنا فاشي في اوراج. انا غنمشي دابا باش لانه وقت تاع البرنامج غنمشيو كسؤال اخير لهاد الاهداف تاع البرنامج اوراج. حدد واحد ثلاثه الاهداف: استجابه للخدمات الموجهه للمجتمع والاسره والاشخاص يعني بحول الاميه، رعايه المسنين، الانشطه الرياضيه، دعم القطاعات والمقاولات المتضرره من كوفيد، وكاين الهدف الثالث دعم المقاولات الراغبه في تشغيل الفئات المتضرره. في نظرك انت كفاعل سياسي واش هاد الاهداف تحققت وغتحقق؟ انا دائما لست عدميا وان كان البعض كما شرت لكم سابقا انا لا ارى نصف الكاس اللي عامره. نعم. انا دائما كنشوف ديك اللي فارغه بمعنى الله او الرسول كيقول انا احب العبد الملحاح. نعم. هاد المسائل هذه كلها ان لن تبوء بالفشل فانها لن تبلغ ديك النسبه ولو في حدود متوسط من داكشي اللي حاطين اللي حاطاه هي الحكومه الى اخره. نعم. لن نبلغ ديك المستوى الحد الادنى ديال المتوسط الاهداف المحققه. سي سرحان يعني انا بالنسبه لي دائما ما كنقولوش 100% ولكن بالنسبه لنا اعتبرناه فرصه واعتبرنا كيف نتصيد هذه الفرصه ونستثمر هذه الفرصه ونرافع عن استدامه هذه الفرص. وبالتالي نعتبر انا يعني اليوم اللي كتشتغل معنا اكثر من 207 ديال الشباب والشابات واكثرهم شابات، وبالتالي ينتمون الى اسر من المناطق اللي كنعرفوا الهراويين سيدي عثمان يعني التراب ديال عماله مقاطعه مولاي رشيد يعني بنسبه مرضيه. ولكن نتمنى يعني كيف هذا البرنامج يصبح الافضل ان يكون مستمرا في الزمان وفي المكان ونعتبره اليه ادماجيه تدريبيه تكوينيه ويجب تجويد هذا البرنامج في افق انه يضمن الاستمراريه ويلتقي مع مختلف البرامج. نعم. التشغيليه. باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر كل من سعيد عتيق مستشار جماعي والفريق الحقوقي، سي توفيق سرحان رئيس تراثيه جمعيه تراثيه البيضاء. شكرا. وفاعل جمعوي. شكرا استاذي. الى اللقاء في حلقه قادمه.